انتبه انت وياه الحصة على الخط صف تاني انسخولي هالعبارة صفحة كاملة سافر قطار درعا في داري ديك صف ثالث انسخولي هالبيت من الشعر صفحة كاملة أقول وقد ناحت بقرب حمامة أي جارك هل تشعرين بحالي يا حسان حسان نعم سار عود عليهم على الريف ويلي بيتحرك اكتب لي اسمه تربايتو علي مين عندك غايب ها؟ وفي الأستاذ سخلا ليش بتأخرنا؟ بيتنا بعيد استاذ انت بيتكم بطرف الحارة الشرقية مو هيك؟ ايه نعم استاذ ليش عم تيجي من الغرب عن طريق الحرشة؟
بك فهمني ليش عم تعمل كل هاللفه؟ لانه طريق الحرشي احلى. نعم 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 نعم. شو تفضلت؟ شرف لهون لك نشرف لحتى ورجيك شي ولا احلى من هيك. لا هناك شوف هناك بالارض هناك بالارض. وحد الله اثنين يا موفي الدين ثلاثة اللهم اجرنا من الشماتة أربعة تربع الرحمن فوت فوت انت بس بضعك فوت. هول وظيفة الحساب من رفقاتك وإذا ما لحقت. نعم استاذ نعم. سرقوه ولا شقيته؟ سرقوه. ايه بس رفقاتك قالوا انك شقيته. شقيته وراء اللي ما عرفت تكتب عليها. اه وليش ما عرفت تكتب عليها؟ ليش ما تعلمت تكتب مثلك مثل غيرك؟ لك ليش ما عملت رده لا؟ مثل ما بدك استاذ. العمى بعيونك العمى. قصرت بطولي يخرب بيتك حيرتني ما عاد اعرف شو بدي ساوي فيك. بعتني جيب حطب استاذ. مشان تروح وما ترجع مثل المرة الماضية. المرة الماضية ما لقيت حطب يابس وانت ما بدك حطب اخضر. طيب ليش كسرت الجرة لما بعتك زوجتي تتعبيها من العين؟ رفعتها بعزم قامت طلعت المسكة بايدي ايه وقعت وانكسرت. بتعرف انك اسعر شيء؟ نعم استاذ. وحمار كمان. نعم استاذ. وعم تهرش كمان؟ لا والله استاذ. طيب أربعة بتسعة كام؟ 90 استاذ. وخمسة بستة كام؟ 50. واثنين باثنين كام؟ أربعة. عظيم أخيرا قلت شي مزبوط. ليش جواب صح استاذ؟ ايه صح. بس بتستاهل عليه تكسير راس. معلش الضرب اهون من حبس المدرسة وقت الغداء. ما فارق معك. ها طيب شو رأيك اذا ضربتك وحبستك فوق الضرب؟ مثل ما بدك استاذ. عم تتمهزا ولا؟ لا والله استاذ عم بحكي جد. طيب وعدني انك تنتبه وتحفظ دروسك مثلك مثل بقية رفقاتك. بوعدك استاذ. بس انت دائما بتوعد وما بتوفي. هي ارادة الله استاذ. ايه الله بيريد انك تتعلم. وانا عم اتعلم استاذ. وين الشيء اللي عم تتعلمه؟ براسي استاذ. ايه بس يا ابني راسك فاضي. هي ارادة الله استاذ. الله خلقني هيك. اسمعي يا ابني الله خلق لكل انسان دماغ وحط له اياه براسه حتى يشغله ويفكر فيه. اذا الله راد رح شغله استاذ. طيب وكيف بدك تشغله؟ مثل ما راح تعلمني استاذ. بلا وقاحه ووعد. عمرك استاذ. من يوم وطالع بتشغل دماغك لحالك. رح جرب شغله استاذ. تكره. عم تتمهزق ولا؟ لا والله استاذ عم اكد كلامك. لك شو بدي اسوي فيك؟ لا الضرب عم ياثر ولا الحبس. ما بي الا اطردك من المدرسه. Thank you.
دايم ان شاء الله وبيت عامر. يا ميت اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. اهلين اهلين خالو مفيد. اهلين اهلين وسهلين. ما شاء الله ما شاء الله. شو هذا اللي لابسه؟ شو هذا اللي لابسه برجليك ولا؟ بوط. شايفه انه بوط؟ منين جايبه؟ لقيته على العين. لقيته على العين؟ قرب لهون لشوف. اشلحوا. هذا بوط فرنساوي. أعمى. هذا بوط عسكري فرنساوي. أكيد لطشه مشي مطرح. ليه لطشته ولا؟ قول. قر. أكيد شي عسكري فرنساوي عم يغسل رجلي على العين وقمت أنت. إلهي عدمني إياك يا ابن الكلب. بدك تعليني مع حكومة فرنسا ولا؟ بدك تعليني مع في شي؟ طول بالك يا أبو مفيد. الشغلة بسيطة مو مستاهلة كل هالدوشة. قلت لي مين مستاهلة؟ وعم تحابيله كمان؟ لعلمك يا ابراهيم افندي في بيوت انهدت من اساسها لراسها مشان شغلات اصغر من هي بكثير. بعدين من حلوه منك تشجع ابن اختك على هيك شغلات لانه بسلامته وعين الله عليه واسم الله عليه من غير دفع ما يرعصنا. شبك شبك يا ابو مفيد. ما بعرفك خويف لهالدرجه. انا بعمري ما بخاف. اي بس مو حلوه تعمل لي انت وابن اختك ابطال وانا اكل هوا. ابراهيم. لا يا ستي لازم يعرف لانه اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. شو في؟ بالصيفين الماضي لما شرفتنا حضرتك ووزعت مناشير ضد فرنسا. ايه. عرفوا انك بت ببيتنا وقاموا شحطوني على بانياس. ايه. طبعا الشغله مين مستاهله؟ حضرتك بتوزع مناشير وانا باكل العس، وابن اختك بيسرع البوط وبكره انا رح بنعفس بالبوط. صدقني يا صهري، انا بكل عمري ما ردت لا اذيك ولا اذي حدا. أنا بعرف هالشي بس بني آدم لازم يحسب نتيجة عمله، لأنه مو معقولة ناس تاكل دجاج وناس توقع بالسياج. صحيح لازم الواحد يفكر بنتائج أعماله، بس لازم تعرف يا صهري إنه نحن ما عم ناكل دجاج، نحن واقعين بالسياج. مدام المستعمر الفرنساوي محتل بلادنا. برجع بقول لك معك شوية حق، كان لازم احتاط اكثر، بس لازم تعرف انه مقابل الكفين اللي ضربوك ياهم انا نمت 7 أشهر بالسجن وما اكلت فيهم دجاج. مفيد مفيد هو حصتي بهالبيت، فاذا الي عندك خاطر ارجوك لا تضربه. يلا خاطركم. يا شحاري لوين رايح؟ عندي شوي شغل. يوه وشو هالشغل يعني بخليك؟ شفتكم بخير. يا أبي يا مفيد. إياك ثم إياك تنادي بها الاسم بحضرتي. سميناك مفيد لتفيد، طلعت مأزي أكثر من العقرب. ما بكون إبراهيم المغضوب إذا ما بنزل عن نفوس وبدل اسمك من مفيد لمأزي. ولك ايمتى الله بده يريحني من بلاويك ورزالاتك؟ ولك ما خليت لنا صاحب بالخراب كله. الله يخرب بيتك لبيت اللي خلفوك. ولك اخ شو بدي اعمل فيك؟ يا رب دخيلك، يا موتني وريحه، يا موته وريحني. يا شحاري ويا دلي، حدا بيدعي على ابنه هيك حرام عليه. ليش انا عدت اعرف الحلال من الحرام؟ عميتوا قلبي له يعملوا بكل. ولا مأزي حدا شافك لابس البوط؟ اشلحوا. لا حد بدك تجربات كمان. الشغلة فيها خربان بيت. إياك ثم إياك تجيب سيرة البوط على لسانك قدام حدا، وإلا ما تلوم غير نفسك.